في زمن الرئيس المعزول محمد مرسي تغير المعيار، ولكنه كان معيار، وهو دعوة أحزاب المولاة، الأحزاب المرتبطة بالأجندة الإخوانية، أو تحديدا الأحزاب المرتبطة بالأجندة الإخوانية الأمريكية. لذلك رأينا قصر الاتحادية لم يستقبل في عهد مرسي أي رئيس من رؤساء الأحزاب الأجندة الوطنية، واللي نتج عنها وانعكس عن هذه اللقاءات تعيين 90 عضو معين في مجلس الشورى من هذه الأحزاب. فرأينا حزب الوسط الحليف الأول لجماعة الإخوان يفوت ب15 نائب معين، حزب غض الثورة ب9 نواب معينين، حزب البناء والتنمية ب3 نواب معينين، في حين كان المعيار أيام الرئيس الأسبق مبارك ممثل لكل حزب، وكان هذا كان واضح في آخر مجلس الشورى اللي كان فيه 7 رؤساء أحزاب أعضاء معينين في مجلس الشورى. في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور لا نرى أي معيار إلا معيار واحد، استبعاد كل الأحزاب المرتبطة بالأجندة الوطنية التي تسعى لبقاء الدولة الوطنية متماسكة، التي تسعى إلى أن تبتعد مصر عن الحظيرة الأمريكية، التي تسعى إلى احتفاظ مصر باستقلالية قرارها الوطني، ومجموعة من الأحزاب اللي بتدور في فلك أمريكا يتم دعوتهم ويتم تسميتهم بأن هذه الأحزاب هي الأحزاب المصرية. والرئاسة في ذلك لا يهتز لها جفن، يعني تكسي أحزاب سياسية لها تاريخ ولها دور في ثورة 30 يونيو تحديدا، وتأتي بأحزاب أخرى لا قيمة لها إلا رضا مستشار الرئيس عنها. وأنا شخصيا مندهش من الرئيس عدلي منصور حتى الآن، هو بيقول لميس الحديدي أنا اللي بادير البلاد، وأنا مش شايف هذا الكلام صحيح. حتى الآن صاحب الكلمة النافذة رجال أمريكا في الأصل الجمهوري، تحديدا أحمد المسلماني، تحديدا مصطفى حجازي، ومعهم عصام حجي. هل معقول أمريكا حتى الآن تعادي مصر وثورة مصر وجيش مصر وتسعى لإبعاد قائد جيش مصر عن الترشح، وتحتجز طائرات الأباتشي اللي احنا بعتنها لها هناك تعملها صيانة بموجب اتفاقيات شراء هذه الطائرات حتى لا تساهم في حربنا ضد الإرهاب في سيناء، ومع ذلك يتحكم على مجريات الأمور فوق مؤسسة الرئاسة 3 مستشارين على مسؤولية الخاصة تم اختيارهم وفق محددات ومعايير محددة. هذه المعايير لا علاقة لها بمصلحة الوطن، ولكنها معايير تتعلق بأنهم يحملون الأجندة الأمريكية. وطبعا الثلاثي اختارهم محمد البردعي، ومحمد البردعي كنا يعلم أنه كان مبعوث الأمريكان لإفشال الدولة المصرية وتقسيمها. إلى هذه الدرجة المعلومات لا تصل للمستشار عدلي منصور. يختصر أحزاب مصر في 5-6 أحزاب، في حين أنه رسميا 63 حزب مصري موجودين. حتى الأحزاب اللي كان لها دور ودور واضح وقوي ومؤثر في ثورة 30 يونيو لم يتم دعوتها، في حين لا المسلماني ولا مصطفى حجازي ولا عصام حجي كان لهم دور في 30 يونيو، ولكنهم
رجال تم اختيارهم من قبل المبعوث الامريكي للشرق الاوسط محمد البلدعي. لذلك يعني البعض يقول لك لو فضل له شهرين ويمشي ولو يوم حتى. تصحيح الوضع في مؤسسة الرئاسة أصبح ضرورة. تصحيح الوضع في مؤسسة الرئاسة أصبح فرض عين على المستشار عدلي منصور. إذا كان عايز يكون هو رئيس لكل الأحزاب المصرية، رئيسا لمصر بكل أحزابها، حتى لو كان رئيسا مؤقتا، كان عليه أن يراجع مستشاريه ويسأل لماذا دعوتم هذا الحزب وأقصيتم ذاك الحزب. ولكن واضح ان ما يقوم به مصطفى حجازي واحمد المسلماني رئيس الجمهوريه صد عليه على طول فورا. ومع ذلك نحن لسنا مع هذه الاحزاب التي تقدمت بمذكره لرئيس الجمهوريه امس تطالب فيها بادخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسيه، لاننا في وجهه نظرنا ان الهدف من هذه التعديلات ليس اخضاع لجنه الانتخابات الرئاسيه وقراراتها لرقابه القضاء، ولكن الهدف من هذه التعديلات هو اتاحه الفرصه لامريكا ان تطلب راسها للتدخل في الشان الداخلي المصري. هناك مرشحين سوف يتم الزج بهم في وطول المعركه الانتخابيه حتى يكون لهم حق الطعن في نتائجها او في قرارات لجنه الانتخابات الرئاسيه. وهذا الطعن معناه ان مصر تبقى بلا رئيس منتخب لمده طويله. هذه المده الطويله هتعطل المرحله الاخيره وهي انتخاب مجلس النواب. وبالتالي يكون من حق تلك الدول التي نصبت نفسها ارهابيين على العالم انها تتدخل في الشان المصري بحجه انها لم تستكمل الخيار الديمقراطي لها. البعض يقول ان هذه التعديلات فيها مدد محدده للطعن. هذه المدد عندما تصل الى القضاء لا قيمه لها. يقول لك عليها مدد تنظيميه. فمثلا على سبيل المثال حزب الجيل الديمقراطي عندما رفضته لجنه شؤون الاحزاب لعدم تميز برنامجه السياسي على برامج الاحزاب القائمه، ذهبنا الى المحكمه الاداريه العليا. المفروض في خلال شهر تصدر حكمها، عاد لسنتين. السؤال لو احد مقدمي هذه الطعون تقدم بطعن الى المحكمه وقام طالب رد المحكمه، هل هتحكم في 3 ايام؟ نظر الطعن رد لوحده عايز اسبوع او 10 ايام. وبالتالي الهدف تعطيل خريطه المستقبل. السؤال الثاني، هل هناك احد لديه شك في ان هذه الانتخابات القادمه ستزور وفي منافسه؟ انا اقول الكلام ده على لساني اهو. نتائج انتخابات رئاسه الجمهوريه المقبله في حاله ترشح المشير عبد الفتاح السيسي هتكون لصالحه بنسبه تقترب من النسبه التي اعلن فيها الشعب المصري تأييده للدستور. هو هيلعب في 90% فيما فوق، وباقي المرشحين يلعبوا في 10%. وبالتالي ليس هناك شبهة في أن هذه اللجنة سوف تقوم بتزوير الانتخابات. ثم أنك أنت عايز من الطعن إيه؟ عايز يبقى في حد اللي عايز من حق المرشح أن يتظلم من قرار اللجنة، ثم أنت عندك هذا الحق. والسؤال الأخير اللي بيطرح نفسه، هل الأفضل أن يكون هذا الطعن أمام لجنة قضائية؟ هي لجنة قضائية بموجب الأحكام الانتقالية في الدستور يناير 14 يترأسها قمم القضاء في مصر. مصر فيها جهات قضائية وفيها هيئات قضائية. هيئات قضائية زي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة. أما الجهات فهي المحكمة الدستورية، هي القضاء العادي، هي مجلس الدولة. هذه المحكمة اللجنة الانتخابات الرئاسية تشكيلها يضم قمم هذه الجهات القضائية. يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا. مين أعضاها؟ القاضي الأول في مصر هو رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة. النائب الأول رئيس المحكمة الدستورية العليا.
النائب الاول رئيس محكمه النقض، النائب الاول رئيس رئيس مجلس الدوله، ايهما افضل لمن يثق في القضاء المصري وشيوخه ان تنظر هذه اللجنه بهذه القمم طعن اي مرشح وتصدر فيه حكمها؟ وانا بقول حكمها لان المحكمه الدستوريه العليا حكمت للجنه الانتخابات الرئاسيه السابقه بانها لجنه قضائيه واحكامها قضائيه، تصدر حكمها ام نذهب الى لجنه الى مجلس الدوله ونقع تحت حبائل المحامين وبطء الاجراءات وروتينيتها. يترأسها نائب رئيس مجلس الدوله لو النوايا حسنه وعادي نمضي بخطه خريطه المستقبل الامام بكل تاكيد انها نمنح حق الطعن لاي مرشح ويكون هذا الطعن امام اللجنه نفسها اللي بتضم شيوخ القضاء. يعني حتى غضبنا من مؤسسه الرئاسه لانها لم تدعونا الى حضور اجتماعات الرئيس عدلي منصور مع رؤساء الاحزاب، لم يجعل ابدا يغيب عن اذهاننا اهدافنا الوطنيه. احنا نريد ان نمضي قدما في تنفيذ خريطه المستقبل وان نحافظ على بقاء الدوله المصريه وتماسكها بعكس الاحزاب التي دعاها المستشار عدلي منصور وجلس معها ويستمع اليها بانصات. امس كان في يوم فارق في تاريخ الشعب المصري. هذا اليوم بكل تاكيد هو يوم يعني بالنسبه لي انا شخصيا يقظه القائد وقوه المقاتل ومهارة المفاوض. يوم تم رفع العلم فوق طابة يوم 19 مارس وطابة عادت لينا كاملة، وعاد الطابة تم تحرير كل أرجاء الوطن. لما نتكلم احنا يجعل تنظيم الإخوان هذا اليوم تحديدا تحت دعوة أنه يكون يوم الاستفتاء على دستورهم يوم لتخريب مصر وتدميرها. بالتأكيد نحن نرفض هذا الخلط ونؤكد أن يوم 19 مارس سيبقى في ذاكرة المصريين والعرب يوم خالد من أيامهم الخالدة وعلامة على أن مصر استطاعت أن تحرر أرضها كاملة، وإن كان تحرير الأرض كاملا لم يظهر إلا هذه الأيام عندما تمكن الجيش المصري من نشر قواته الثقيلة قواته ومعدات الثقيلة في سيناء في حربية ضد الإرهاب. المنسق العام للتيار المدني الاجتماعي واتفق معه في حديثه بالكامل، ولن أعيد ما قاله سيادته، ولكني أود أن يعني أتحدث برضو في دعوة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية أنه حينما يتم دعوة أحزاب بعينها ولم تدع كافة الأحزاب السياسية الموجودة والقائمة وقت الدعوة فإن هذا اعتداء صارخ على حقوق الإنسان واعتداء صارخ على مبادئ المواطنة. وأنا كرئيس لحزب حقوق الإنسان والمواطنة أوجه رسالة للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور وأقول له يا سيادة الرئيس طبق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة في التعامل مع الأحزاب السياسية ولا تترك الدعوة لمستشاريك، وإنما تكون الدعوة من لجنة شؤون الأحزاب السياسية المختصة بالأحزاب والتي يوجد لديها قرارات تأسيس الأحزاب السياسية حتى لا يكون ذلك سببا لامتعاض بعض أبناء هذا الشعب المصري الكريم، ويكون ذلك يعني مسار تساؤل لمؤسسة الرئاسة حول الأجندة التي تعمل بها من خلال مستشاريها. الموضوع الثاني وهو الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات الرئاسية الذي كانوا يناقشونه لم يصلوا إلى
مبدأ موحد للاتفاق عليه حتى الآن، نتيجة أن هذا الاجتماع لم يخرج بأي نتيجة إيجابية. كان يتعين أن يخرج هذا الاجتماع بنتيجة إيجابية يرتضيها جموع الشعب المصري وترسخ في أذهانهم من خلال مبادئ دستورية راسخة وموجودة وقائمة في الدستور المصري المعمول به الآن. الجدل والخلاف القائم هو الخلاف بين المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 97 من الدستور، وأن هناك صدام بين المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تحصل قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمادة 97 من الدستور التي تنص على أنه لا يوجد تحصيل لأي قرارات من رقابة القضاء. والمردود على ذلك أن المادة 228 من الدستور في الباب السادس من المواد الانتقالية نصت على أن لجنة الانتخابات الرئاسية ولجنة الانتخابات البرلمانية القائمة وقت العمل بهذا الدستور تقوم بإجراء الانتخابات لمدة دورة واحدة بكل اختصاصاتها وبكل ما عليها وبكل واجباتها، وتؤول بعد ذلك إلى المفوضية العليا للانتخابات. إذن يتضح من ذلك جليا أن لا تعارض بين المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 97 من الدستور. وكان يتعين على الاجتماع الذي تم في مؤسسة الرئاسة أن يتم توضيح أنه لا يوجد تعارض بين قانون الانتخابات الرئاسية وقانون والدستور، وأن القانون متسق مع أحكام الدستور حتى لا يوجد لغط قائم حتى الآن. إذن يتضح جليا أن الاجتماع الذي دار لم يخرج بنتيجة إيجابية متفقة مع أحكام القانون والدستور يرتضيها أبناء هذا الشعب. حضراتكم جميعا تعلمون أن الجماعة وزيولها والمنتمين إليها هم في الرمق الأخير ويحاولون زعزعة واستقرار الأمن الداخلي، وأن ذلك تنفيذا لأجندات خارجية ممولة من الخارج. وأنا أعتقد أن الجيش والشرطة يعني يقومون بعملهم خير قيام، وسوف يتم القضاء على الرمق الأخير عندهم، وهم الآن يتصدرون المشهد ببعض الطلاب والتلاميذ من المدارس الإعدادية والثانوية. ولقد رأيت على شاشة التلفاز أمس طلبة مدارس السعدية الثانوية يقفون أمام جامعة القاهرة يهللون ويصوتون، ولا يعرف أحد ماذا يريدون ولا يعرف أحد ماذا يتحدثون عنه. إن ذلك هو عبث، وإن كان هؤلاء الطلاب يعني يقودهم بعض الممولين من الخارج فإن ذلك سوف ينتهي قريبا بمشيئة الله مع تنفيذ خريطة الطريق التي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، ونحن قادمون الآن يتم تنفيذ المرحلة الثانية ثم الثالثة بالانتخابات البرلمانية. بتفق مع زملائي على الاحتفال بعيد تحرير طابة الذي يعني وافتنا بعض الصحف اليومية بالتشكيل لجنة التحكيم الدولية التي كان من بين أعضائها جهابزة القانون الدستوري وأساتذة التاريخ والجغرافيا الذين ظلوا وعكفوا شهورا حتى يصلوا إلى حكم تحكيم دولي باسترداد آخر شبل من الأرض المصرية التي كانت تضع يدها إسرائيل عليه. ونجد أن حكومة مرسي المخلوع كانت تفرط في سيناء بأكملها لقطاع غزة وخلافه، ثم تفرط في حلايب وشلاتين، ثم تريد أن تترك إقليم براني والسلوم إلى إقليم بركة الكبرى. وهذا كله عبث، ويعني وهذا العبث كالكل ليلة بالنجاح حين قيام ثورة 30 يونيو التي أجهزت وقضت على الحكم الضال، الحكم الضال الذي كان سوف يهدم الهوية المصرية.
أنا بأناشد الرئيس عدلي منصور رئيس مؤقت البلاد، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الخارجية بالحفاظ على المصريين في ليبيا، لأنه حوادث خطف وقتل المصريين واحتجاز المصريين في ليبيا كثرت، وإن كانت ليبيا الآن يعني أصبحت ليست بدولة مفككة ويقودها بعض العصابات، ولكن لابد أن يكون هناك معيار دولي للتعامل بين رعايا الدول طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وإذا كان المواطنين المصريين يتم معاملتهم في ليبيا بهذه الطريقة، فإن مصر لن تعامل المواطنين الليبيين النازحين القائمين الذين يقيموا على أرض مصر مثل كل المصريين، لن تعاملهم مثل معاملة المصريين في ليبيا. وهذا هو هدف العصابات الموجودة في ليبيا، أن يقوم المصريين في مصر بمهاجمة الليبيين في مصر، وهذا لن يحدث أبدا، لأن مصر هي الأم، ومصر هي التي تحتضن جميع بلدان الدول العربية، ومصر هي التي يعيش أبنائها وضيوفها في أمن وأمان، وسياحها أيضا. إن شاء الله يعني في الأيام القادمة سوف يترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، وأهلا وسهلا بأي من المرشحين، لأن البلد تحكمها قانون ودستور، وكافة المرشحين سوف ينالوا حقهم تماما، وأي تشكيك في لجنة الانتخابات الرئاسية هو تشكيك هو العدم سواء، لأنه لجنة الانتخابات الرئاسية كما أفاد زميلي الأستاذ ناجي الشهابي هي لجنة قضائية، لجنة تعمل بمقتضى قانون ودستور ولا تنحاز لأحد، واتضح ذلك جليا في الاستفتاء على الدستور، ومن يتشدق بغير ذلك فهو واهم، ومن يتشدق بغير ذلك فإن إرادة المصريين وديمقراطية المصريين سوف تؤتي بالرئيس القادم الذي يختاره الشعب، وهذا واضح من خلال انتماءاتهم ومن خلال مطالباتهم للمشير عبد الفتاح السيسي بالترشح. وأهلا بأي مرشح يتقدم ويعلن برنامجه علينا وعلى الأحزاب السياسية وعلى الشعب المصري، وعلى الشعب المصري أن يختار ما يريد. شكرا لحضراتكم جميعا، وأترك الكلمة لزملائي الأفاضل. يعني ما زالت تهديدات جماعة الإخوان تتوالى علينا، وآخرها هو تحويل يوم 19 اليوم دامي، ويا جماعة أفشل كل خططها الشعب المصري عندما انصرف عنها ولم يعد ظاهرا لها كما كان ظاهرا لها على مدى 85 سنة الماضية. ولكن هل حكومتنا جادة في مكافحة الإرهاب، في القضاء على عنف الجماعة؟ حتى هذه اللحظة حكومتنا حكومة إبراهيم محلب زي حكومة البيبلاوي سايبة الجيش والشرطة يحاربوا وحدهما معركة الوطن كله. هل معقول مصر بتخوض حرب ضد الإرهاب؟ تخوض حرب ضد الإرهاب ليس في سيناء فقط ولكن في كل أنحاء القطر، وتتلكأ الحكومة حتى الآن في إصدار قانون مكافحة الإرهاب. هل معقول الحكومة عندما تجتمع خمس ساعات تخرج علينا ببيان تحصيل حاصل لأنه موجود في قلب الدستور في المادة 204 عندما يتحدث عن إحالة المدنيين الذين يعتدون على المنشآت القوات المسلحة أو على أفراد القوات المسلحة إلى القضاء العسكري؟ طب والشرطة موقفها إيه؟ الاعتداء على كمان الشرطة اليومية
وعلى رجال الشرطة في كل مكان، هل نتركهم إلى القضاء العادي بإجراءاته الطويلة، أم أننا يجب علينا كان على الحكومة أنها تصدر تشريع يجعل كمان الشرطة رجال الشرطة زي رجال القوات المسلحة؟ قد يقول قائل أن الدستور لم يشمل الشرطة بما شمل به القوات المسلحة، ولكنها في حالة حرب. لذلك كنت أتصور أن يكون هناك قانون لمكافحة الإرهاب فورا، ويحيل الإرهابيين الذين يعتدون على رجال الشرطة وعلى المنشآت الشرطية وعلى كمائن الشرطة إلى محاكم خاصة، محاكم أمن الدولة بقانون خاص يحقق العدالة الناجزة ويشفي غليل أهالي الشهداء الذين يقدم أبنائهم أرواحهم فداء لهذا الوطن. أما أن لحد هذه اللحظة وقانون مكافحة الإرهاب لم يصدر، فهذا علامة أنه ما زال النفوذ الإخواني يطل برأسه على الدولة المصرية. الكلمة الآن للمستشار أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نتقدم للشعب المصري ولأبناء القوات المسلحة وللشرطة المصرية بأزمة التعازي على أبناء الوطن الذين قدموا دمائهم فداء لمصر وللمصريين، وقد صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنهم أبناء مصر الشرفاء الذي تحاول جماعة الإرهاب والتطرف التشكيك في انتمائهم لمصر والتشكيك في دينهم والتشكيك في انتمائهم لمصر والمصريين. إن تلك الجماعة المغرورة، إن تلك الجماعة الإرهابية قد تركت الجهاد من أجل تحرير بيت المقدس ومن أجل تحرير المقدسات وتحرير فلسطين لتعلن الجهاد لتحرير مصر. تحرر مصر من من؟ من المصريين أم منهم؟ وإن العملية الجريئة التي قامت بها الشرطة المصرية بمساندة من القوات المسلحة بمدينة بنها منذ بضع ساعات أو منذ يوم وينيف كانت بمثابة ضربة جراح ماهر لقوى الإرهاب والتطرف التي تستهدف مصر والمصريين. وإذ نحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا تحرير طابة المصرية من الاحتلال الصهيوني، إذ هم يكيلون لمصر الإرهاب والتطرف ويحطمون أسوار الجامعات ويحطمون كلية الحقوق ويشعلون النيران بسيارات الشرطة ويستهدفون الشعب المصري. إن الإرهاب قد أخذ على عاتقه مهمة تهديد مصر أمنها واستقرارها وشعبها، وإن الشرطة والجيش وحده لن يستطيع أن يواجه هذا الإرهاب والتطرف، ولكن على جموع الشعب المصري عن بقرة أبيه أن يقفوا صفا واحدا إلى جانب جيشهم وشرطتهم للدفاع عن أمن واستقرار مصر من أجل نهوض مصر. إن قوى الجيش وقوى الشرطة وحدهما لا تكفيان لمواجهة هذا الإرهاب الممول من الخارج، الممول من دولة قطر والممول من قبل اللوبي الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف تقسيم مصر والاستيلاء على ثرواتها وتقزيمها أمام المشروع الصهيوني الإمبريالي التوسعي الذي يسعى للتوسع على حساب المنطقة، أمام الأطماع التركية لهذا المدعو أردوغان الذي عاس فسادا في تركيا وكشفته وسائل الإعلام وكشفت ممارساته إنه يسعى للغاز المصري والغاز العربي لتمريره عبر سوريا، وإن الضربات الجوية الصهيونية لسوريا ما هو إلا مخطط صهيوني، مخطط إمبريالي للنيل من الأمة العربية، وإن الصمت على هذا الاعتداء الإسرائيلي على سوريا هو صمت على القومية العربية وصمت على الأمن والاستقرار العربي، وإن المناورات التي أجراها الجيش المصري مع القوات الخليجية بالإمارات هو إعلان عن عودة مصر إلى سيادة العالم العربي والإسلامي لمواجهة الأطماع التي تحزب العالم العربي
وتحسب دول الخليج الغنية بالنفط إن مناورات التي أجريت في الخليج العربي هي رسالة موجهة للأطماع الإيرانية التي استولت على الجزر الإماراتية وترفض حتى إجراء أي مشاورات أو مباحثات حولها. إن عودة النمر المصري إلى سدة المشهد هي عودة للقومية العربية، عودة للمارد العربي من أجل إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ومن أجل إحياء اتفاقية الجيش العربي المشترك. كذلك من ناحية أخرى، إن ممارسات بعض الأحزاب السياسية كحزب مصر القوية والتحرير على استمرار إضرابات واعتصامات سائق النقل العام يكشف النقاب عن الاتجاهات الحقيقية لهذه الأحزاب التي تدعو الحرية والديمقراطية ولكنها تحاول النيل من مصر واستقرارها. وإن ممارسات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه من خلفه هي ممارسات لمساندة جماعة الإرهاب والتطرف، ويجب أن يتم محاسبتهم. وكذلك الأحزاب الدينية الأخرى التي تمارس وتوالي لجماعة الإرهاب الإخوانية وجماعة التطرف يجب أن يحاسبوا، ويجب أن يطبق الدستور المصري الذي نص على عدم قيام الأحزاب على أسس دينية، ويجب حل تلك الأحزاب ومحاسبتها وكشف مصادر تمويلها. وإن تقاعس حكومة الببلاوي من قبل على تطبيق الدستور يجب أن تقوم حكومة محلب على تطبيقه والزود عنه والدفاع عنه. إن دستور مصر هو تاجها وهو مرجع قانونها، وإهدار الدستور هو إهدار لكل القيم في مصر. ونتمسك بدستور مصر مادة مادة رغم اعتراضنا على بعض المواد التي وردت به، ورغم مخالفة تلك المواد لبعض ما نعتقد به، إلا أننا مع خارطة المستقبل ومع أمن واستقرار مصر، ونرفض أي محاولات للنيل من مصر واستقرارها. وإن التباطؤ في محاكمة الإرهاب والتطرف يتيح الفرصة أمامهم لاستمرار ممارساتهم المرفوضة، ونطالب كحزب شعب ديمقراطي أن يتم محاكمة كل من يستهدف الشرطة والقوات المسلحة أمام محاكم عسكرية، وليذهب من يدعون حقوق الإنسان إلى الجحيم. إن أمن واستقرار مصر أهم من هؤلاء، وإن التباطؤ في المحاكمات وإصدار أحكام فورية ضدهم يفتح الباب على مسرحية لاستمرار ممارستهم. يكفي حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على محاكمة الخائن المدعو محمد مرسي لم يصدر ضده أي أحكام قضائية حتى الآن، الأمر الذي يفتح الباب أمامه للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ويجعل منه قميص عثمان يتباكون عليه. وقد أصدرنا بيانا اعترضنا فيه على بعض المواد التي جاءت في قانون الانتخابات والتي منعت مرسي من الترشح، وتمسكنا بحقه في الترشح حيث أن الشعب المصري قد سبق أن استفتى عليه عدة مرات في يوم 30 من يونيو ويوم 26 من يوليو ويوم خروج الشعب عن بكرة أبيه لاستفتاء على الدستور 2014.